أنا نفسي بحاول أعيش إن أنا أعيش مبسوط ومرتاح. محمود العسيلي طلع في لقاء تلفزيوني مع الإعلامية منى عبد الوهاب وقال: حياتي مسرحية فهي كده كده بايظة، من طفل بيحفظ القرآن لمطرب، أمي وقفت جنبي في حاجات كتير لحد ما جت على دماغها. اتكلم العسيلي إن بيت جدته كان ليه دور في تربيته وأثر على شخصيته دلوقتي. جدته كانت بتحس بالأغاني اللي كان بيغنيها، وهو اتعلم منها إن كل إنسان ليه أصل وجدور، وقالت له إن الموسيقى بتاعته مختلفة وإنه لازم يكمل لأنه ملهم. العسيلي كشف إنه كان لسه بيدرس في الجامعة وقت ما عمل أول أغنية ليه واللي شهرته وهي مجنونة، وعملت ضجة كبيرة والجمهور عرفوا بيها بسبب غرابتها في وقت نزولها. العسيلي ما كانش مصدق نفسه وقتها لما كان بيركب التاكسي والكل بقى عارفه، ولما بيعدي من قدام مدارس البنات يشوفوه يصرخوا ويجروا عليه. كل حاجة في حياته اتغيرت بعد أول أغنية، وبقى بيتعامل كأنه شخص مشهور، وهنا فكر يدخل مجال الإعلانات ساعتها ويكمل في الغنى. أصل أغنية مجنونة كان نقطة تحول في حياته. تخيل بقى كمان إن محمود العسيلي أعلن إنه رفض يغني مع أنوشكا، وكان عنده وقتها 12 سنة، وقالها غني الأغاني بتاعتي بس، وقراره إنه لو هيطلع جنبها على المسرح هيغني أغاني اللي بيحبها مش أغاني حد تاني. ربنا يدينا نص ثقتك في نفسك يا عسيلي بصراحة. واتكلم عن المهرجانات وقال: ما قلتش حاجة تسيل المهرجانات، وأنا مش مع أي حد يحاول منع أي فن. المهرجانات انعكاس للذوق العام وللناس عايزة تسمع إيه. الناس زهقت والمجتمع بيتغير بشكل كبير جدا، وأجيال صغيرة بتطلع وبتسمع حاجات مختلفة. نروح بقى على التمثيل عند محمود العسيلي اللي عمره ما كان بيحلم بيه، وكانت مجرد تجربة ما استفادش منها بالشكل المطلوب، واختار انه يركز في حاجة واحدة وهي الغنى. ومع العلم ان جاله عروض كتير في التمثيل، لكن محبش يشتت نفسه، مع ان وقتها كان صحابه بيغنوا ويمثلوا، لكنه شاف نفسه في الغنى احسن وانه ملوش في التمثيل قوي، بس برضه ما يمنعش انه يجرب تاني لما تيجي الفرصة. وبسبب تصريحاته ومواقفه اللي كان بيعملها من قلبه من غير حساب، العسيلي حرم يعملها تاني لأنها كانت سبب في مشاكل كتير، وقال: ساعات بلبس أقنعة عشان أمشي في الدنيا، ومع الوقت اتعلمت إني لازم ألبسها ومظهرش بوشي الحقيقي في الزمن اللي احنا فيه دلوقتي. وختم العسيلي كلامه وقال: أكتر قناع بحب ألبسه هو الدبلوماسية، اتعلمت من الدنيا إن كل كلمة محسوبة ومحدش يعرف اللي في نيتي، وكل كلمة بقولها بتنقلب ضدي وتعمل لي مشاكل، علشان كده أي رأي بكون عايز أقوله مش بقوله لأنه هيجيب لي وجع القلب، وبقول لنفسي يا عم خليك في حالك، وبقول اللي أنا عايزه في الأغاني.